استقبل رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش رئيس المجلس الوطني بجمهورية النمسا السيد وولفغانغ سوبوتكا الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام، وأعرب الطرفان خلال هذا اللقاء عن ارتياحهما للدينامية الإيجابية التي تعرفها علاقة الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين. كما استحضر الجانبان النتائج الإيجابية للزيارة الرسمية التي قام بها للمملكة أواخر شهر فبراير الماضي المستشار النمساوي السيد كارني هامر على رأس وفد هام من المسؤولين ورجال الأعمال، والتي تميزت بانعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي النمساوي. ونوه رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء أيضا بالموقف الإيجابي لجمهورية النمسا حول القضية الوطنية، والذي تم التأكيد عليه بمناسبة زيارة المستشار النمساوي للمملكة، حيث تعتبر جمهورية النمسا الجهود التي تقوم بها المملكة في هذا الإطار جدية وذات مصداقية. وتطرق الجانبان من جهة أخرى إلى مساهمة الشراكة بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين في إغناء وتوسيع آفاق الصداقة والتعاون المغربي النمساوي.